إيمانا من وحدة تنفيذ السدود بأهمية حفظ تراث وثقافة إنسان المناطق المتأثرة بقيام السدود، فقد عملت على توثيق ذلك التراث عبر إصدارات متعددة شملت جميع الجوانب الثقافية والدينية والتاريخية وأيضا الاجتماعية. وبلغت تلك الإصدارات 25 كتابا شارك في إعدادها جملة من الكتاب والمختصين والباحثين في مجال التراث، وذلك بإشراف كامل من مهامها تحديد الشكل الأمثل لحفظ التراث وتأريخ المناطق المتأثرة من فنون ومخطوطات ووثائق وفولكلور. السؤال 23، اذكر 3 من أسماء الإصدارات المتخصصة التي أصدرتها وحدة تنفيذ السدود لحفظ تراث وتاريخ المناطق المتأثرة بقيام السدود. السؤال مرة أخرى، اذكر 3 من أسماء الإصدارات المتخصصة التي أصدرتها وحدة تنفيذ السدود لحفظ تراث وتاريخ المناطق المتأثرة بقيام السدود. ترسل الإجابات مجتمعة في استقبال وزارة الموارد المائية وحدة تنفيذ السدود الخرطوم شارع النيل، مع ذكر الاسم، العنوان، رقم التليفون، الرقم الوطني، في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر شوال 1438 هجرية. الجوائز: الجائزة الأولى 20,000 جنيه، الجائزة الثانية 10,000 جنيه، الجوائز من الثالثة حتى السادسة 5,000 جنيه. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع وحدة السدود الإلكتروني diu.gov.sd. حظا أوفر للمتسابقين.